بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة. واستكمالا للكورس اللي بدأناه بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهو كيف تكون صديقا لصحتك. وده خصصناه لكي نتعرف عن قرب عن أخطر جهاز في جسم الإنسان، وهو جهاز المناعة، وكيفية تقوية جهاز المناعة. ومع انتشار فيروس كورونا اتضح للبشرية جمعاء كيفية وأهمية ومدى خطورة جهاز المناعة لدى الإنسان، لأن جهاز المناعة هو الآن وفي هذه الفترة المخول إليه والمعتمد عليه في محاربة هذا الفيروس. فمن كانت مناعته قوية يستطيع النجاة من هذا الفيروس، ومن كانت مناعته غير ذلك فهو عرضة للهلاك بهذا الفيروس. عافانا الله جميعا من هذا الفيروس، وأزاح هذه الغمة وهذه الجائحة عنا جميعا. في الحقيقة نرتكب كثير من الأخطاء في نظامنا الغذائي، في نظامنا السلوكي، في نظامنا النظافي الشخصي، ونحن لا ندري. وكل هذه الأشياء يجب أن تتغير ويتغير مفهومنا إليها. النهاردة معنا 8 أشياء لتعزيز جهاز المناعة وتقويته. ابقى معنا، لأنه ليس هناك أغلى وأعز من صحتك عليك. ولكن في البداية أدعوك، إذا كنت أول مرة تشاهدنا قناة مصادر الحياة والتي هي شعارها هيا بنا نحيا الحياة، لا تبخل على نفسك وعلينا لايك شير، ولا تنسى اشتراك في قناتنا مصادر الحياة حتى يصلك جديد ما نقدمه، وأن تتابعنا على هذا الكورس والذي شرحنا فيه أكثر من فيديو. والنهاردة بنكمل وإلى موضوع اليوم. معنا النهاردة 8 نصائح لتقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات بالذات. أولا بناخد فكرة بسيطة جدا عن جهاز المناعة. وظيفة الجهاز المناعة في الإنسان أو في جسم الإنسان هو المحافظة على صحة وسلامة الجسم، وحمايته من الإصابة بأنواع العدوى المختلفة، وأيضا محاربة الجراثيم. الجهاز المناعي ده شبكة معقدة من أنواع مختلفة من البروتينات والخلايا والأنسجة منتشرة في كل أجزاء الجسم. هو هذا الجهاز المناعي له قدرة عجيبة على التفريق بين أنسجة الجسم الخاصة به والأجسام الغريبة التي لا تنتمي إليه، وبالتالي بيبدأ يهاجم أي جسم غريب أو نسيج غريب دخل على الجسم وبيبدأ يهاجمه. مع انتشار فيروس كورونا أو كوفيد-19 أصبحت صحة الجهاز المناعي وصحة الجسم ككل أحد الأمور التي تثير قلق الأفراد. فكل الناس في شتى بقاع الأرض النهاردة بينظرهم على جهاز المناعة وصحة جهاز المناعة لديهم، وأن جهاز المناعة هو خط الدفاع الأول ضد هذا الفيروس اللعين وضد البكتيريا وغيرها من الفيروسات. وبالتالي بدأ الاهتمام والاهتمام الكبير بهذا الجهاز. هذا الجهاز بيعززه أو بيقويه وبيساعده عدة أشياء، منها ما يخص الأكل والشرب وطريقة الغذاء بتاعتنا، ومنها ما يخص سلوكياتنا. فأول شيء من تعزيز جهاز المناعة لديك وتقويته غسيل الإيدين باستمرار. فغسيل الإيدين بالاستمرار ده بيؤدي للسيطرة على الأمراض، تقليل الحمل الميكروبي على جسمك وعلى إيديك. وهو أمر بسيط، دائما قبل الأكل وبعد الأكل، بعد العطس، أثناء دخولك المرحاض، خروجك من المرحاض، دخولك إلى البيت من العمل أو من خارج البيت، إيديك لمست أسطح كثيرة جدا لا تدري أي هذا الأسطح على أي نوع من الميكروبات. فلا بد في هذه الحالة أن تهتم بغسيل الإيدين 20 ثانية مع الماء والصابون. والصابون العادي جدا وليس الصابون المكلف يقضي على كثير من الميكروبات. الأمر الثاني هو التأكد من حصول الجسم على الفيتامينات. كثير منا يغفل الكثير من الأكل. يعتقد الكثير منا وخاصة في الدول العربية أن اللحمة
والفراخ والأسماك هي مصدر رئيسي، وده دليل على إنك إنسان مترفي وفي مستوى عالي. ولكن الجهاز المناعي لا يطلب هذا، الجهاز المناعي يطلب الفيتامينات، والفيتامينات أكثرها في الأشياء الرخيصة التي قد يغفل عنها الكثير، فالخضر والفاكهة والبصل والثوم كويس، والقليل من السبانخ، والقليل من عصير البرتقال وليس عصير أي عصير غالي آخر، وعصير الليمون وخلافه. كل هذه الأشياء التي لا نهتم بها كثيرا هي المصدر الأساسي للفيتامينات، والفيتامينات هي المجال الأساسي لتقوية جهاز المناعة. غذاء جهاز المناعة وتقويته هي الفيتامينات عامة. نقطة أخرى نسمع كثيرا ينصح الأطباء في كل مكان، تناول الطعام الصحي. يعني إيه طعام صحي؟ يعني ما واحد يقول يعني أنا بأكل همبرجر وأكل كل أنواع المعلبات والخضروات، وبروح السوبر ماركت أجيب كل أنواع المعلبات، وباكل احسن الاكل واغلى الاكل، هل هذا هو الغذاء الصحي؟ الطعام الصحي ليس هذا. الطعام الصحي هو طعام متوازن في مضادات اكسده، في فيتامينات، في كل اشياء تحتاجها الانسان بكميات معقوله وليس بكميات كثيره. فابعد عن المعلبات، ابعد عن الاغذيه المحفوظه صناعيا، واتجه الى الطبيعه. هذا هو الطعام الصحي. الطعام الصحي المتوازن والغني بالفيتامينات والمضادات الأكسدة أساس للمحافظة على جهاز المناعة. أنت تدمر أو نحن ندمر جهاز المناعة باستخدامنا لكل الأشياء الصناعية والتي تحتوي على المواد الحافظة الضارة والهدامة للجهاز المناعي. فحاول أن تصل أو ترجع إلى الطعام الصحي الطبيعي. تقليل مستويات التوتر. الكثير منا يتوتر لأي تفه الأسباب، والتوتر والعصبية والزعيق وما نسمعه من مكبرات الصوت في كل وسائل النقل والمواصلات وكل هنا وهناك، كل هذا يؤدي إلى تدمير الجهاز المناعي. فالدراسات كلها تقول أن التوتر يسبب تثبيط الجهاز المناعي في الجسم ويجعله عرضة للإصابة بالعدوى، وقد يعني ذلك إلى أن الإصابة بالتوتر المزمن تؤثر في قدرة خلايا الدم البيضاء على محاربة العدوى، وهو ما يجعل الجسم عرضة لإصابة الأمراض. إلى جانب ذلك يرافق التوتر إفراز هرمون اسمه الكورتيزول، والذي يعزز حدوث الالتهاب في الجسم، وهو المركب الطبيعي لعدد من الأمراض التي تصيب الجسم. فرجاء أن نأخذ قسطا من الراحة ونقلل من التوتر، فالهدوء نعمة يا رب، ديم علينا الهدوء، وابعد عنا كل هذه المنغصات والمسببات ومكبرات الصوت والأصوات المزعجة التي هي أقرب إلى أصوات الحمير في المسجلات واليو اس بي وفي التكاتك على عربيات موتوسيكلات وغيرها. وهذه التصرفات الهدامة، هذه التصرفات التي لا تليق بأي إنسان، والمنتشرة خاصة في بلدنا مصر. نقطة أخرى وهي ممارسة التمارين الرياضية، وليس ممارسة التمارين الرياضية إنك تشترك في نادي كبير تدفع الشيء الفلاني أو تذهب إلى النادي. فالرياضة المشي نصف ساعة يحقق أكبر كفاءة وأكبر فائدة لجهاز المناعة، ولكن وصل بنا الأمر لعادات سيئة عندنا إن المشي عيب. نعم المشي عيب. قد تستغرب، يأتي إليك ضيف عايز يمشي يوصل لمكانه أو لبيته كويس، مسافة بسيطة جدا نتمشى، لا والله ده عيب جدا، لازم تركب، ازاي عيب تيجي وتمشي، لا ده عيب جدا، لازم نجيب لك مواصلة توصلك لحد البيت. ليه؟ ما تعرفش كويس. مسافة بسيطة جدا، ناخد توك توك، ناخد اي تاكسي، ناخد اي بتاع كويس. الاجسام مترهلة منفوخة كويس، الركب تعبانة، الكل بيشتكي، وده ليه؟ ما هوش عايز يمشي، وكأن المشي عيب. نعم المشي عندنا في العرب وفي مصر عيب جدا انك تمشي. ليه؟ ما نعرفش. النوم، نعم السهر الى ساعات متأخرة هذا ما يفتخر به الشباب هذه الايام. انا بنام الفجر، لا انا بنام وش الصبح، انا بنام الساعة 7. مين يقدر يعمل كده؟ هذا عدم النوم الكافي، يحتاج الفضل من 7 إلى 9 ساعات من النوم. تحقيق ذلك يجب الالتزام بجدول، ولكن انا
نقضي على جهاز المناعه بالسهر وسهر الليالي. الاقلاع عن التدخين، والتدخين وما ادراك من التدخين الذي يسبب عشرات الانواع من السرطانات التي اثبتت بجميع الدراسات، فالتدخين خطر جدا على جهاز المناعه. تعرض لاشعه الشمس، وهي ناعمه فاشعه الشمس تحفز وعلى انتاج فيتامين د. فيتامين د فيتامين في الجلد، لابد من تعرض الشمس جسم الانسان من 10 الى 15 دقيقه في ايام الصيف لكي نولد هذا الفيتامين، والذي يكون مرتبط بزياده قوه جهاز المناعه. الراحه النفسيه وتقويه العلاقات الاجتماعيه، وده امر مهم جدا. فالراحه النفسيه وتقويه العلاقات الاجتماعيه والترابط والتراحم والقاء السلام على من تحب وتعرف ومن لا تعرف، كل ده بيزيد جهاز المناعه لدى الانسان. اعتقد ان كل ده هذه الاشياء بسيطه جدا يغفل عنها الكثير، وهي الاساس لتقويه جهاز المناعه. في النهايه بتمنى لكم الصحه والعافيه، وبتمنى من كل من يشاهدنا لايك شير، والى ان ألقاكم فيديو اخر مع فيديو جديد مع كورس كيف تكون صديقا لصحتك. اتمنى للجميع الصحه والعافيه، ولمصرنا ولكل بلاد العالم الصحه والعافيه. اللهم احمي مصر ارضا وشعبا وسماء، والى ان ألقاكم فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.